فريق العداوه من جامعه الدار البيضاء، وكما التزم بذلك عقد هذه الندوه الصحفيه مباشره من بعد انعقاد الدوره، وذلك لتسليط الضوء على وجهه نظره بخصوص عدد من النقاط اللي كانت مدرجه في جدول الاعمال ديال الدوره ديال اكتوبر، وفي نفس الوقت الإجابة على التساؤلات تاع الصحفية والصحفيين، واللي في الخلاصة العامة ديالها أنها وقفنا على الوضعية يعني السياسية ديال التحالف، واللي الإشكال فيها أنه ما كاينش تفاهم بل كاين مواجهات بيناتهم، كاين محدودية الكفاءة بشكل اللي كينعكس سلبا على التدبير ديال الشؤون ديال العاصمة الاقتصادية ديال المملكة، وأنه يوشك أن يخلف موعد الدار البيضاء مع استحقاقات ديال نهائيات كأس أفريقيا وكأس العالم 2030. وفي نفس الوقت أبرزنا من ناحية التقنية والقانونية على أنه واحد العدد ديال النقاط التي أدرج جدول الأعمال يعني تشوبها عدة شوائب، في مقدمتها الميزانية، مشروع الميزانية 2024 الذي لم يحترم الإطار القانوني لإعدادها، وتضمن إشكاليات كبيرة أقل ما يقال عنها أنها لا تتضمن أي إجراءات كتجعل الدار البيضاء تستعد خلال سنة 2024 أو تجعل من سنة 2024 سنة الاستعداد لتأهيل الدار البيضاء لنهائية كأس أفريقيا 2025. ناهيك على واحد العدد ديال الملاحظات اللي كانت الندوة الصحفية فرصة لإبدائها والتفصيل فيها.